بسم الله الرحمن الرحيم. نترحم في البداية على أرواح ضحايا الزلزالات التي أصابت سوريا وتركيا خلال الأيام الماضية، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى، ونعبر عن تضامننا مع البلدين والشعبين الشقيقين. فخامة الأخ الرئيس عبد الفتاح السيسي، جلالة الأخ الملك عبد الله الثاني بن الحسين، معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، أصحاب الدولة والمعالي والسعادة، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أود في بداية حديثي أن أعبر باسم دولة فلسطين وعاصمتها المقدسة وشعبها المرابط عن بالغ التقدير لأخي صاحب الفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لمشاركته الهامة في هذا المؤتمر، وهي فرصة لتقديم الشكر لفخامته وحكومته والشعب المصري الشقيق على دعم مصر المتواصل للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في جميع مراحل نضاله، ورعايتها للمصالحة الوطنية ودعمها لإعادة إعمار قطاع غزة. كما أعبر عن بالغ الشكر لأخي جلالة الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية على مواقفه ودعمه وحكومته والشعب الأردني الشقيق للشعب الفلسطيني دفاعا ونصرة لقضيته العادلة ودولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية. والشكر موصول على الجهود المبذولة في إطار الوصاية الهاشمية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. كما نتوجه لأصحاب الدولة والمعالي رؤساء الوفود ولجميع المشاركين ممثلي المنظمات والمؤسسات والصناديق والشخصيات، لحضراتكم جميعاً على استجابتكم وحضوركم معنا اليوم في هذا المؤتمر الهام الذي ينعقد تحت سقف جامعتنا العربية تنفيذا لقرار القمة العربية 31 في الجزائر مطلع شهر نوفمبر من العام الماضي، واستجابة لنداء القدس والمسجد الأقصى المبارك أول القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين، مصر خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، ومولد ورفعة سيدنا المسيح عليه السلام في هذا الوقت الذي نواجه فيه أبشع أشكال الاضطهاد والعدوان، وبالذات في مدينة القدس المحتلة عاصمة فلسطين الأبدية. وكلنا ثقة أيها الإخوة والأخوات أن مؤتمرا يخصص لقضية القدس سوف يكون بمستوى هذه القضية الكبيرة التي يتناولها، وعلى قدر التحديات الجسام التي تواجهها عاصمتنا المقدسة بفعل الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لها ولأرض دولة فلسطين منذ 55 سنة، وبفعل المخططات والإجراءات التي ينفذها هذا الاحتلال والتي تستهدف تاريخ المدينة ومقدساتها وأهلها وهويتها الحضارية الفلسطينية العربية والإسلامية المسيحية.
أيتها الأخوات أيها الإخوة، إن المعركة المحتدمة في القدس وعليها وفي كل أرض فلسطين وعليها لم تبدأ فقط يوم احتلال مدينتنا المقدسة عام 1967، ولكنها بدأت قبل ذلك بعقود عدة وحتى قبل وعد بلفور الذي تآمرت على إصداره الدول الاستعمارية وعلى رأسها بريطانيا وأمريكا بهدف التخلص من اليهود في أوروبا من جهة، وإقامة ما سمي بالوطن القومي لهم في فلسطين من جهة أخرى. والحقيقة أنه وأنهم أرادوا أن يبنوا مخفراً أمامياً لحماية مصالحهم في منطقتنا هذه. وبعد رفض شعبنا المرابط في القدس وأكناف بيت المقدس لقد رفض شعبنا وعد بلفور الاستعماري العدواني الظالم، وقاوم بكل الوسائل الاعتداءات على أرضنا ومقدساتنا، كما تصدى لموجات الهجرة اليهودية التي راحت دول الغرب تدفعها نحو فلسطين، حيث بدأت الثورات والمقاومة الفلسطينية منذ الأيام الأولى ضد تنفيذ وعد بلفور المشؤوم. فكانت انتفاضة إبريل 1920 وثورة البراق في أغسطس 1929 والثورة الفلسطينية الكبرى 1936 ومعها الإضراب العام الكبير الذي استمر 6 أشهر، وكلها كانت ضد الاستعمار البريطاني والهجرة اليهودية وضد الاعتداءات الصهيونية على المقدسات الإسلامية في مدينة القدس وبالذات حائط البراق. أيتها الأخوات أيها الإخوة، نغتنم فرصة انعقاد مؤتمر القدس اليوم لنقدم رواية حقيقية موثقة حول المسجد الأقصى المبارك بما فيه حائط البراق، وهي رواية تدحض الرواية المزورة التي يستند إليها الاحتلال. فنحن أصحاب الحق في فلسطين وفي القدس وفي المسجد الأقصى المبارك، ونحن أيضا أصحاب الحق الديني والتاريخي والقانوني الحصري في حائط البراق الذي هو كما أسلفنا جزء من المسجد الأقصى ووقف إسلامي. حائط البراق وقف إسلامي صحيح، وحقنا هذا قرره القرآن الكريم العظيم الذي أعطى المكان اسمه وهويته، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، وهو حق أقرته لنا الشرعية الدولية، حق البراق ممثلة بعصبة الأمم في عام 1930. قبل الأمم المتحدة كانت هناك عصبة الأمم. في أعقاب ثورة البراق التي تحدثنا بها آنفا، بل واعترف به حتى في ذلك الوقت كبار رجال الدين اليهود آنذاك الذين شهدوا بملكية المسلمين الحصرية للحرم القدس الشريف بما في ذلك حائط المبكى، ذلك أنه بسبب تلك الثورة، هذه هي قصة التي وردت في وثيقة عصبة الأمم، بسبب تلك الثورة
ثورة البراق أرسل مجلس عصبة الأمم لجنة خاصة مكونة من 3 دول أوروبية غربية ما فيها لا دول عربية ولا إسلامية، وهي السويد وسويسرا وهولندا، للبحث في خلفيات وأسباب اندلاع الثورة ولتحديد الحقوق في حائط البراق. فعقدت هذه اللجنة 23 اجتماعا استمعت خلالها إلى شهادات العشرات من المسلمين واليهود والشخصيات الدولية، 52 شاهدا أدلوا بشهاداتهم أمام اللجنة، 21 من اليهود و30 من المسلمين وشاهد واحد من سلطة الانتداب البريطاني. كما اطلعت اللجنة على عشرات الوثائق المقدمة من الطرفين قبل أن تصدر قرارها في شهر ديسمبر 1930. وقد خلصت اللجنة في تقريرها إلى أن السبب المباشر في اندلاع ثورة البراق كان الاستفزازات اليهودية عند الحائط وادعاء ملكيته، وإلى أن الحائط الغربي كله والذي يمثل حائط البراق جزء منه تعود ملكيته للمسلمين أيضا وحدهم، هذا تقرير اللجنة، وأن للمسلمين وحدهم أيضا الحق العيني فيه لكونه يؤلف جزءا لا يتجزأ من ساحة الحرم. تلك هي من أملاك الوقف الإسلامي، وهذا ما ورد نصا في التقرير. كذلك قررت اللجنة أنه للمسلمين أيضا تعود ملكية الرصيف الكائن أمام الحائط وأمام المحلة المعروفة بحي المغاربة المقابلة للحائط، لكونه موقوفا حسب أحكام الشرع الإسلامي لجهات البر والخير، والوقف الإسلامي اسمه وقف بومدين، هذا الحي كل اسمه وقف بومدين الخيري. وقد ذكرت اللجنة في تقريرها أن الجانب اليهودي لم يدعي في أي مرحلة من مراحل التحقيق الذي قامت به أن له أي حق ملكية لا في حائط البراق ولا في حي المغاربة المجاور، ولا يطالب بأي حق ملكية كهذا. ونظرا للأهمية الفائقة لقرار عصبة الأمم هذا، فإننا نضعه أمامكم كوثيقة تاريخية وقانونية، لأن هناك الآن الصراع على المسجد، كان على البراق صار الآن على المسجد، مسجد كل يوم هناك اعتداءات بحجة أن لهم ويطالبون بالتقسيم زمانيا ومكانيا، وكما رفض شعبنا وعد بلفور ونتائجه، فقد رفضنا أيضا كل محاولات تصفية قضيتنا أو اختزالها أو تزييف وطمس حقائقها، ورفضنا صفقة القرن التي أطلقها الرئيس ترامب وأعطى كل القدس للإسرائيليين اليهود، ورفضنا ولا زلنا نرفض نقل السفارة الأمريكية أو أي سفارة أخرى إلى القدس، كما رفضنا في شهر يوليو 2017 محاولات إسرائيل لوضع بوابات إلكترونية تتحكم في الدخول والخروج من الأقصى، وضرب أهلنا في القدس أروع أمثلة البطولة والوحدة مسلموه ومسيحيوه في التصدي لهذه المؤامرة وإفشالها.
ولا زلنا وسنظل متمسكين بثوابتنا الوطنية، مدافعين عن حقوقنا مهما كانت الظروف، وسوف نتصدى اليوم وكل يوم وبكل ما نملك من إرادة وقوة لمخططات الحكومة الإسرائيلية الأكثر عنصرية وتطرفا، التي تستهدف المسجد الأقصى ومقدساتنا كافة. ولا يمكن أن ننسى في هذا السياق جريمة إحراق مسجد الأقصى في عام 1969، ولا مذبحة المسجد الإبراهيمي في عام 1994، يعني بعد أن عقدنا معهم اتفاق أوسلو بأقل من سنة ارتكب أحد المجرمين مذبحة في مسجد إبراهيم وقتل العشرات. كل ذلك ادعى منهم أن حتى المسجد الإبراهيمي هو ملك لهم، وفرضوا هذه الأيام تقسيمه زمانيا ومكانيا، فضلا عن الاعتداء على المساجد والكنائس. الآن مساجد وكنائس كلها يعتدى عليها، والمقابر الإسلامية تحفر الآن وتزال المقابر الإسلامية والمسيحية، ما يفرض علينا جميعا واجبات دينية وسياسية وإنسانية لحماية وصون هويتها ووجودها. أيها الأخوات، أيها الأخوة، قد تعرضنا في الماضي، اسمحوا لي معلش، لقد تعرضنا في الماضي ولا زلنا نتعرض لأكبر عملية تزوير لتاريخنا. لقد قالوا حين بدأت مؤامرتهم لاحتلال فلسطين إنها أرض بلا شعب لشعب بلا أرض. فهل كانت فلسطين عبر التاريخ أرضا بلا شعب كما يزعمون، حتى يأتي هؤلاء لكي يحتلوها تحت هذه المزاعم، حتى أصبحوا يقولون أرض بلا شعب لشعب بلا أرض فهي ملك لنا؟ حقيقة الأمر هي أنهم أرادوا أن تصبح أرضنا بلا شعب عبر تهجير أهلها من خلال الجرائم والمذابح التي ارتكبوها بحق هذا الشعب، بعد أن كانت المدن الفلسطينية في ذلك الوقت زاقرة بالحياة ومزدهرة بشعبها الذي عمرها وعاش فيها آلاف السنين من أيام الكنعانيين. ولأن الحقيقة لابد أن تظهر مهما طال ليل الكذب والتزوير، فقد قام مخرج إسرائيلي هذه الأيام اعتمادا على مؤرخ إسرائيلي، أيضا مخرج إسرائيلي ومؤلف إسرائيلي كتاب، بإنتاج فيلم وثائقي يسجل شهادات حية عن واحدة من هذه المذابح التي ارتكبتها إسرائيل عام 48 وما بعده، وهي مذبحة الطنطورة. الطنطورة التي تقع جنوب مدينة حيفا وأعدمت فيها قوات الاحتلال ما يقارب 200 إنسان فلسطيني من الرجال والنساء والأطفال، وقامت بتهجير مواطني القرية قبل تدميرها. وهذا الفيلم أمامكم لتروه بأنفسكم، فيلم إسرائيلي. الشهود فيه واللافت النظر أن هذا الفيلم يوثق أيضا شهادات عدد من الجنود الإسرائيليين
الذين شاركوا في ارتكاب هذه المذبحة التي هي مثال على كم؟ على 51 مذبحة أخرى، دير ياسين وقبية وعين الزيتون، 51 وصلت إلى كفر قاسم وخان يونس بعد 48. ارتكبتها إسرائيل إلى جانب هدم وتدمير أكثر من 530 قرية فلسطينية مسحت عن بكرة أبيها. ويقولون أرض بلا شعب لشعب بلا أرض، هم الذين مسحوا كل محسوبة ومعروفة. 51 قرية دمرت، والآن من يذهب إلى هناك لا يرى آثرا لهذه القرى والمدن. أيها الإخوة والأخوات، كما قلت لكم في بداية الحديث عن كل ثقة وأمل بأن تكون في أعمال نكون في أعمالنا أيضا بمستوى هذه القضية الكبيرة، وأن نبذل كل جهودنا من أجل حمايتها بكل الأدوات السياسية والاقتصادية والقانونية. نعم، القدس بحاجة إلى أمتها العربية والإسلامية، وبحاجة إلى من يشد إليها الرحال لكي يشارك أهلها رباطهم المقدس ولو أياما أو حتى ساعات. يجب أن تزار ليرى كل إنسان بأم عينه ما هي هذه البلاد، كما أنها بحاجة إلى من يرسل إليها زيتا يسرج في قناديلها. هذا الكلام حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى زيت، بس مش زيتون بس، يعني ليسرج بقناديل، هذا حديث عن الرسول. إذن من تلك الأيام ومعروف أن هذه البلاد تتعرض للخطر، ومنذ تلك الأيام حث رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين ليزوروا القدس ويدافعوا عن القدس. أيها الإخوة والأخوات، وأمام التعنت الإسرائيلي وممارساته التي تخطت كل الحدود الحمراء، سوف نتوجه في الأيام القليلة القادمة إلى الأمم المتحدة. إلى أين نذهب؟ صحيح ذهبنا للأمم المتحدة ولم تربنا، لكن لا يوجد مكان نشكو إليه إلا الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو، والأمم المتحدة التي أخذت أكثر من 1000 قرار ما بين الجمعية العامة وما بين مجلس الأمن وحقوق الإنسان وعصبة الأمم، ولم ينفذ منها قرار. إلى الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة بما فيها مجلس الأمن، لنطالب باستصدار قرار يؤكد على حماية حل الدولتين. أمريكا بتقول إحنا مع حل الدولتين، أوروبا بتقول إحنا مع، طب اعترفوا بيعترفوا. حتى السيد بايدن قال لي بحضن لسانه أنا أعترف بالدولة، طب اعترف، قال لي بعد شوي. رئيس فرنسا قال لي بعترف، اعترف بعد شوي. طب إمتى وليش متأخر؟ بتقول دولتين بيعترف بواحدة، وين التانية؟ لا يعترف. وسنذهب إلى الأمم المتحدة أيضا لنحصل على العضوية الكاملة، إحنا كل النضال والوجود عضو مراقب، ووقف الأعمال الأحادية التي وردت في أوسلو، يعني الاستيطان، القتل، الاجتياحات، كل هاي ممنوعة باتفاق الطرفين. وقف جميع الأعمال الأحادية التي من شأنها أن تجحف بنتائج مفاوضات المرحلة النهائية نصاً في اتفاق أوسلو. وينها؟ ما فيش. رئيس بايدن قال لي أنا بعترف، أنا ضد الأعمال الأحادية. طب قولوا لي وقفوا، بقولش. طب يا أمم المتحدة قولوا وقفوا، ما فيش. طب شو يعمل؟ برضو مشكلة.
بعد ما نشكر الله. إذا كل هذا رح نذهب للأمم المتحدة ونحيي على الأقل طلبنا، لأنه طلبنا إذا ما حيينا بيموت كمان، مع الزمن بيموت. يعني الآن كل دول أوروبا بتقول حائط المبكى. طب أنتوا اللي قررتوا أنه حائط مش المبكى، وسجلتوه في عصبة الأباب. حائط البراق، لا حائط المبكى. هذا المسجد الأقصى، لا هذا شو بسموه. وفي هذا السياق فأن دولة فلسطين تحتفظ بحقها، بل ستواصل الذهاب إلى المحاكم والمنظمات الدولية حماية لحقوق شعبنا المشروع. احنا ذهبنا إلى المحكمة العليا، الآن نقول سنذهب إلى المحكمة الجنائية الدولية، لأن احنا عنا كل يوم أكثر من شهيد، كل يوم يا اثنين يا ثلاثة كل يوم. طب شو نسوي؟ المحكمة الجنائية الدولية ممكن يكون لها بعض الأثر، بحيث أنه تستدعي القاتل وراح نروح لها. أيها الأخوات والإخوة، لقد أقرت القمة العربية الأخيرة في الجزائر دعوة الدول الأعضاء لفرض ضريبة القدس بقيمة أصغر وحدة نقدية فيها على فواتير الاتصالات التي يستخدمها المواطنون. يعني أي بلد على فاتورة التليفون شو العملة اللي عنده؟ أصغر عملة شهريا. هذه لو كل الدول العربية التزمت بها والإسلامية أيضا، فإن هذه بتكون من أهم الإسهامات دعم مدينة القدس. ونحن بدأنا بأنفسنا وأصدرنا مرسوما بهذا، وبدينا نجمع الفلوس للقدس أيضا، وننتظر من أشقائنا عربا ومسلمين أن ينفذوا هذه الدعوة، كما ننتظر من المؤسسات والصناديق العربية أن تؤدي واجب الدفاع عن القدس وحماية هويتها التاريخية والدينية من خلال دعم المشاريع التنموية في فلسطين. يجب أن تدعم. نحن نتعرض إلى هجم قاتل، هم يريدوها الآن يمحوها، الآن عم بيشتغلوا على أساس يهدموا البيوت ويطردوا الناس كما فعلوا في حرب 48، الآن بيعملوا نفس الشيء، وبخاصة هذه الحكومة. ما بدي أقول متطرفة، لأنه كل الحكومات الإسرائيلية مرت كلها متطرفة، لكن هذه لم يسبق لها مثيل. هذه المشاريع التي تضمنتها القرارات الصادرة عن الجهات المختصة في الجامعة العربية، كمان هناك قرارات نأمل أن تنفذ والتي صدرت عن الجامعة العربية في القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة والإسكان والسياحة والثقافة والشباب والمرأة. ونشيد في هذا السياق بالمبادرة التي أطلقها مؤسسة قدسنا برعاية الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن الثاني، وصندوق وقفية القدس وصندوق تمكين القدس، التي حشدت تمويلا هلأ بقيمة 70 مليون دولار أمريكي، وتنوي رفعها إلى 200 مليون دولار أمريكي السنوات الخمس القادمة لتمويل مشاريع وقفية في القدس وفلسطين. وندعو بهذا الصدد، التصفيق لكل المشاريع إذا ممكن، وكل الدعم وكل الزيارات ومعك الزائر شوية زيت ليسرج بقناديل القدس، زيت مش بس زيت زيتون. وندعو في هذا الصدد
لأنه في عنا زيت زيتون بس ما عندناش زيت هذا. وندعو في هذا الصدد الجميع للمساهمة في تعزيز هذه المبادرة الهامة وأمثالها دعما لصمود أهلنا في القدس وفلسطين. وختاما أقول لكم القدس في العيون وسوف تبقى في العيون، وهي درة التاج وزهرة المدائن، والعمل من أجلها والدفاع عن مقدساتها شرف ورفعة. فتحية لأهلها المرابطين فيها، فعلا دمت التحية يا حرام. المدافعين عن هويتها في وجه عدوان المحتلين الغاصبين. بسم الله الرحمن الرحيم، وقل اعملوا فسر الله عملكم ورسوله والمؤمنون. والسلام عليكم ورحمة الله.